السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في الفيديو الجديد. معكم بدر مرواني، اختصاصي في التسويق العقاري الإشهار والمشاريع. مرحبا بكم معنا في الفيديو. كنتواجدوا الآن مدينة تمارة وبالضبط وادي الذهب. سنقدم لكم هذه الفيلا الرائعة والجميلة، عند جوج ديال الواجهات. واجهة قبلية يعني ما شاء الله ضاربة فيها الشمس النهار كامل، وهذا هو المدخل الرئيسي ديالها. وبالرابع عندك ديك الجريده، الكارتي نقيقي وكاينه لا سيكوريتي قريبه لك هنايا. واحد ليكول بريفي فين يقراو الوليدات، وهذا لكن عندك الوليدات راه كاينه ايكول بريفي قريبه، الضار يمشي واعي اليوم. المدخل الرئيسي كاين هنا دوبل صالون، ولكن ضربوا لي على القبص كيفاش دايره عباد الله. شوفوا القبص كيفاش داير، راه تحفه فنيه. راه هاد العقار هذا، ولا هاد الدار، ولا هاد الفيلا، سماها كي بغيتي. قسما بالله الا هاد الصالونات الا تحفه فنيه. زعما راه القبص راه مخدوم خدمه ديال الصح، فهمتي؟ يعني خدمه صحيحه. الدار الخدمه ديالها نقيقيه وصحيحه بزاف. بالنسبه للمساحه الاجماليه 360 متر، يعني هي المساحه اللي كاينه. كما كتشوفوا لتحت كاين هنايا في الطبق السفلي اللي هو الريتشوسي، كاين جوج ديال لي صالون، كاينه الكوزينه وداكشي. راه غادي نمشي نشوفوهم انا لحد الان في هذا الفيديو. راني حاولت نصور لكم لي ديتاي ديال لي ديتاي، حاولت نصور لكم جميع لي ديتاي. وكنشكر ممالين الفيلا على حسن الاستقبال ديالهم، ودخلنا عليهم في واحد الوقت اللي كان الانسان تيتغداو، هذا هو فريمون استقبلونا الله يعطيهم الصحه. هنايا كما كتشوفوا انا كنحاول نعاود نوريكم، هنايا كنحاول نوريكم من جميع الزوايا، ماشي غير من زاويه واحده وكنمشي، لا كنحاول نوريكم من جميع الزوايا. هنايا حنا خرجنا دابا من الصالون، كدوز على اليسار ديالك كاين لافابو، وكاين الطواليت. ها هي كيف ما كتشوف كاين لافابو وكاين طواليت. الدار تبارك الله مخدومه بالزليج. هنا عاوتاني كاينه كوزينه صايبه بالالومنيوم، وعلى برا راه كاينه واحد التراس مشمشه تبارك الله. هاد التراس هادي الواجهه ديالها بحريه، الدار الواجهه ديالها قبليه، وهنايا راه التراس الواجهه ديالها بحريه كما كتشوف. راه التراس زويونه، عندك فين تقدر دير كليزه هنا لا بغيتي، باراسول ولا بروتكسيون سولير، تقدر دير فيها اللي بغيتي، يعني كتعيد فيها، عندك فين تعيد، عندك فين كلشي، وكاين السطح كاين كلشي. المهم ان شاء الله بقاو معنا باش تشوفوا جميع لي ديطاي. وحتى الثمن راه جد 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 مناسب مع الثمن اللي كاين في السوق. مدينة تمارة راه تبارك الله تنقات ولات زوينة، مبقاش فيها دور الصافح، زيرو دور صافح، مبقاش فيها دور صافح نهائيا. كيتبناو فيها مشاريع، العقار فيها غادي وكيطلع، غير باش تعرفوا شنو كاين العقار في تمارة غادي وكيطلع. غدا وكتقاد، وتمارة بس زوينه، هادشي قريب ليها البحر، قريب ليها الرباط، قريب ليها الطبيعه. من اللور جيت سيدي يحيى زعير ومنزه، يعني راك جيتي فواحد اللوكاليزاسيون اللي هي زوينه بزاف. هنايا لاكاف لتحت، طبق تحت ارض كيف ما تنقولوا. انا غنحاول نوريكم جميع لي ديطاي، حتى هو مطلوع بالزليج مزيان. هنا كاين عندك هاد بليس، هادي عندك هنا لافابو، وعندك الدوش، وعندك الطواليت. يمكن نحاول نوريكم انا لي ديتاي اللي كاينين. هادو كاينين في الطابق تحت ارضي. هنا كما كتشوفوا هنايا الدوش، هنا عاوتاني كاين الطواليت، وهنا كاين لافابو. على برا كما غادي تشوفوا دابا كاين كويزين ستيل امريكان من هاد الجهة هادي. وشوفوا تبارك الله على كويزين قداش، يعني تبارك الله الدار تقدر تعيش فيها واحد العائله اللي هي كبيره، وكل ولا شومبر ديالو، يعني ما كاينش المشكل. الناس اللي كيبغيو يعيشوا كعائله كبيره صالحه لكم هاد الفيلا الجميله، تحفه الفنيه كيف ما تنقول. فوالا هنا كنحاول نوريكم جميع لي ديطاي. هاد الفيديو هذا طولته بالعاني باش تشوفوا بلي ديطاي، كتشوف لي ديطاي ديال لي ديطاي. هنايا صالون كبير تبارك الله، يعني كما كتشوفوا ها هو. الجهه الاخرى راه كاين واحد لا شومبر، انا غادي نوريها لكم دابا، كنحاول نوريكم لا فيزيون من هنا عاوتاني. تبارك الله صالون كبير، عندك فين يجيو الضياف،
طيب تبارك الله، راه تقدر تستقبلهم غير الفوق. هنا يعني عاوتاني كاينه شومبر واحده اخرى، تقدر دير شومبر اكوشي ولا شومبر مثلا ديال فام دو ميناج اللي عندك، مثلا فام دو ميناج. انا عاوتاني كاين تحت الدروج. انا المهم انا كنحاول نوريكم لي ديتاي باش تاخذوا فكره، تاخذوا فكره على جميع المرافق اللي كاينين في الفيلا. دابا ان شاء الله غادي نطلعوا باش نوريكم الطابق الاول. هذا دابا حنا غادي نطلعوا في الدروج باش تشوفوا الطابق الاول. وتبارك الله راه لا فينيسيون ديالها زوينه بزاف، انت راه بخصوص القابس، بخصوص الخشب باش مصايبه الزليج، يعني راه مولاه باغيين يبيعوها وما ساخينش بها. بالنسبه لسميتو، بالنسبه للثمن، وهو 280 مليون قابله للتفاوض. 280 مليون قابله للتفاوض. انا غادي نعاود نقول الثمن. المساحه ديالها 360 متر. هنايا نادي شومبر اكوشي، شومبر اكوشي راه قبليه وراه كتكون مشمشه بالنهار. قاعد لي شومبر هادو اللي تشوفو كلشي مشمش، الهواء داخل، ما كاينش لا مشكل ديال الرطوبه هنا ولا شي حاجه. باقا بصباغتها كيما تنقولو، صباغتها الاولى. عاوتاني شومبر اكوشي وحده اخرى فيها البلاكار، حتى الشومبر اللي كنا فيها الاخرى هي فيها البلاكار. هنا عندك البالكون، ما انتما كتشوفوها ديال الواجهه، الواجهه راه قبليه. هذا البلاكار عاوتاني اللي من غالبا عنده شو طواليت. فوالا ها هو الطواليت، اي ها هو الدوش. الدار مصلوحه مزيان، ما عندك ما تصلح، وقريبه لجميع المرافق، جميع المرافق قرب لك من هنا. وكما باش نعاود نذكر اعزائي المشاهدين، حي وادي الذهب مدينه تمارا، هذه هي البلاصه فين كاينه هاد الفيلا. كنحاول ديما كنحاول نركز لكم على لي ديتاي. كاين بعض الناس تبارك الله راه كيشوف الفيديو كامل، وكاين واحد النوع يلاه كيبدا يشوف الفيديو كيعيط كيبغي يقول لك الثمن. لا، الا انت انتريسي باش تشري حاول تكمل، كمل الثمن. انا المهم هنا في هذا البرومي ايطاج كاين 4 ديال لي شومبر اكوشي، هنا كاين 4 ديال لي شومبر اكوشي وكلهم مشمشين، كلهم واخدين هذا بلاكار انتيغري نيشان. الناس اللي هما انتريسي الله يستر عليكم. الناس اللي هما انتريسي عندي لكم جوج طلبات. الطلب الاول كمل الفيديو باش تاخذ جميع المعلومات. الطلب الثاني الله يستر عليك، حاولوا بما امكن تحترموا اوقات ديال الاتصال، فهمتي؟ لان حنا اجونس، انا ماشي مسمار جالس في قهوه كنتسنى التليفون عيط. لا، هذه النمره ديال اجونس، الرقم اللي كاين لتحت اللي هو ظاهر اسفله راه الرقم ديال اجونس. يعني اجونس راه عندها استعمال التوقيت ديالها باش كتخدم. حنا التوقيت الاستقبال ديال الاتصالات كيبدا من 10 ديال الصباح حتى ل 6 7 د العشيه. يعني حاولوا الله يستر لكم تحترموا هذا التوقيت هذا. ونهار الحد راه ما تنخدموش، الحد راه راح. اذا هادو هما الاوقات فين تقدر تعيطوا. في اسوء الحالات الانسان لما جاوبناش ولا شي حاجه ممكن تخلي رساله عبر الواتساب، ورساله عبر الواتساب راه 100% مليون في المية غادي نعاودوا نديروا الفيدباك. هنا كما كتشوفوا كاين السطح، السطح حتى هو كما كتشوفوا راه مشمش تبارك الله، ما كاينش شي سطح قول لي ما مشمش. ما عندك فين تنشر حوايج جاتك واش تعيد وكل شيء. المهم اعزائي المشاهدين، وصلنا للنهايه ديال الفيديو. ما سخيناش، الفيلا زوينه ما شاء الله، ستيلا زوين. الرقم ديالي ظاهر اسفله، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.